السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبات سي اس 411، اللي اليوم راح نشوف كيف ممكن نعمل سيمبل ابلكيشن. الان انت اوريدي نزلت، المفروض انك نزلت الاندرويد ستوديو، فعند تشغيل اندرويد ستوديو المفروض تطلع لك الشاشة هذه، وممكن يطلع لك تيبس وهلب. المهم هذه الشاشة مشان تعمل نيو اندرويد ستوديو بروجكت. الان نختار اندرويد ستارت نيو اندرويد ستوديو بروجكت. الان المفروض انك تختار ايش نوع الاكتيفيتي اللي بدك تتعامل معها. طبعا في عندي عده انواع، بيسك اكتيفيتي، امتي اكتيفيتي، بس لاحظ انه الديفولت كان على الامتي اكتيفيتي. فدائما انت لما بالبدايات لسه ما بتكونش عارف كيف تتعامل او مش متاقلم مع الاندرويد ستوديو، ابدا بالديفولت. نبدا بانشاء امتي اكتيفيتي، نيكست. هنا بدك تعبي النيم للابلكيشن، فحط الاسم اللي انت بيناسبك. مثلا اذا كان الابلكيشن بده يحكي عن على سبيل المثال جيم، فسميه جيم او سميه بمسمى يذكرك بايش الابلكيشن انت سويته، بايش التايب تبع اللي انت برمجته. على سبيل المثال انت بدك تبرمج على سبيل المثال اكزامبل، اندرويد اكزامبل او ستارتنج اكزامبل، فسميها بهذا الاسم مثلا first example او first application. طبعا مش مهم اذا بدك تحط فراغ ما تحطش فراغ هنا بالنيم، زي كانك بدك تعمل ويب بيج. هلا لاحظ هو لما اعطى الباكج نيم بشيل الفراغات، فاعطاه com.example.firstapplication. اوكي، هلا هذا الباكج تابع للمؤسسه اللي بدك تشتغل فيها. على سبيل المثال اذا بدك تشتغل بجامعه اليرموك فلازم تعمله تابع لجامعه اليرموك، واللي هي جو دوت ايديو دوت واي يو دوت الاكزامبل اللي بدك اياه. لكن بالوقت الحالي ما فيش مشكله لو خليته على الشكل هذا com.example.firstapplication. والمستقبل لما بدك تعمل عملية publishing ويكون تابع للدومين اللي انت بتشتغل فيه، فبتغير اسم الباكج. الآن المكان اللي بدك تخزن عليه الباكج، ويفضل انك تخزنه على اريا قريبة منك، اريا انت بتتعامل معها. فأنا اخترت مثلا على backup fall، خلينا نختار سي 411 و خلينا نسميها ماي ابلكيشن، كأنه انا انشأت فولدر. خلينا نتأكد انشأت فولدر. اندرويد جافا، خلينا نسميها ماي ابلكيشنز. خليني أسمي فولدر اسمه My Application. هاي فولدر My Application. إذن بدي أحطه على هذا المكان، هاي كوبي، بختار كوبي، بروح على أندرويد ستوديو، خليني أحط بيست، كوبي بيست. إذا هي موجودة على هذا الفولدر، فهمته؟ أوكي، ماي أبلكيشن. إيش اللانجوج بدك تتعامل معها، كوتلين ولا جافا؟ إحنا طبعاً بما إنه بدأنا في هذا الفصل بالجافا راح نكمل جافا. هنا بيسألك كمان إيش نوع الـ API level اللي بدك تشتغل عليه أو API version. وحطت لك ديفولت لولوب اي بي اي 22، ولاحظ هنا حاطط لك
Your application will run on approximately 92% of the devices. يعني 92% بالعالم من الديفايسز بيشتغلوا على اللوليلوب، او اللوليلوب قادر انه يشتغل على هذه الديفايسز. اذا اخترت مثلا اندرويد فيرجن 6 او اي بي اي 23 بقول حيعطيك انه قديش عدد الماشينز اللي بالعالم بالنسبه نسبه بالمئه قديش اللي ممكن يشتغل عليه هذا الابلكيشن اللي انت قاعد تعمله ديفلوبينج. واذا تقدر تختار انت الاي بي اي، عاده انت المفروض تشتغل على الاي بي اي اللي نازل على جهازك. هاي هنا بحكي لك انه هذا اي بي اي 17 99% من الديفايسز بيتعاملوا معه. هاي 1% اقل من 1% اللي هي اي بي اي 30. فطبعا بهاي الحالة لو ما كانت ما بختار هذا الـ API 30 إلا إذا كانت فعلا التارجت ماشين موجود بين إيديك، يعني الجهاز اللي بتعامل مع اي بي اي 30 موجود بين إيديك، ساعتها أنت بتسوي الابليكيشن على هذا التايب. فاحنا خلينا نقول نرجع للديفولت اللي هي كان بتذكر له اللوب، أظن هذا هو أو في غيره. اوكي طيب نشوف هذه، خلينا على اللولوب. في عندك اللولوب 21، في عندك اللولوب 22. طيب الان هل البروجكت ويل سبورت انسس ابلكيشن؟ طالما انك مش عارف وين ممكن يوديك هذا الاوبشن، فتعامل مع ديفولت. فالديفولت بحكي لك يوز اندرويد ارتيفاكتس. بس بحب اذكر انه هذول الاي بي اي كل ما زاد في الرقم كل ما زادت الفانكشناليتي اللي موجوده فيه. يعني الاي بي اي 28 اكيد فيها فيتشرز اكثر من الاي بي اي 27، والاي بي اي 27 اقل اكثر فيتشرز اكثر من الاي بي اي مثلا 14. هلا بالمقابل كل ما بتزيد بعدد الفيتشرز اللي انت بدك تستفيد منهم كل ما قل عدد الديفايسز اللي بتعاملوا مع هذه الاي بي اي. فانت بدك تعرف بالضبط شو بدك تختاره. اذا معناته مور اي بي اي ليفل في more features more options موجودة، أو خلينا نقول more tools ممكن تستفيد منها. بس هذا لا يعني إنه هيشتغل على جهازك. إذا كان جهازك بيتعامل مع لوري لوب فإذا معناته أنت تختار الفيرجن اللي مناسب للماشين اللي بدك تجرب عليه الابليكيشن. بالنهاية طبعا بدك تجربه على ماشين مش بده يكون على السيميليتر. خلينا نخلص من هذه النقطة. أنا باقي عليها بدي أضغط على Option Finish، بس قبلها خليني أرجع أذكركم الأكتيفيتي هي تمثل كيف شكل السكرين. Default Activity هنا كان Empty Activity، فالأكتيفيتي هي تمثل يعني كانت تحكي كيف شكل الشاشة اعتذار. لاحظ انت هون في تابس بيورجيك بالضبط انت مع ايش بدك تتعامل. احنا باي ديفولت احنا بنتعامل مع فون او تابلت، ممكن تتعامل مع ويربل ديفايس اللي هي مثل الساعات، تي في، اندرويد اوتو، اندرويد ثينكس. اذا هذول اوبشنز عشان من خلالهم بتختار كيف راح يكون شكل الابلكيشن او الشاشه على الجهاز التارجت ماشين اللي بدك اياه. طبعا احنا التارجت ماشين راح يكون فون اور تابلت. اذا هي في عندي بهذا الفيرجن من الاندرويد ستوديو في عندك هذه الشاشه مشان تختار الاكتيفيتي، وهنا بهذا التابس بتختار شو نوع الماشينز اللي بدك تتعامل معه. بهذه الشاشه بتختار السيتنجز النيمز وال الاي بي اي ليفل
وفي بعض الاندرويد ستوديو بيورجيك الفورمز ايش نوع الاس دي كي اللي بدك تتعامل معه. اوكي نعمل نكبس على فينش عشان تفتح لي الشاشة اللي بدي اتعامل معها. اذا هنا راح يبني لك الجافا فايل، هياخذ وقت، هيبني الابلكيشن، هيبني اللي اوت، هيبني الاكتيفيتيز، الديفولت اكتيفيتيز وان سو اون. طيب خليه قبل ما يشتغل او خلص هيك خلص. نعم اذا راح يكون في عندنا هنا تو مين فايل راح يظهروا امامي عندي على الشاشه. واحدة النيم تبعها مين اكتيفيتي، والثانيه نفس الاسم بس بشكل عكسي اكتيفيتي اندرسكور مين دوت اكس ام ال. اذا هذول تو مين فايلز هذول هم اصلا اللي بدك تبرمج عليهم اللي بدك تتعامل معهم. إذا المين اكتيفيتي موجودة بالجافا، هي بفولدر جافا، والاكتيفيتي اندرسكور مين اللي هو موجود بالريسورسز، موجودة بالريسورسز هي باللي اوت هنا. إذا هذه بتمثل بالجافا المين اكتيفيتي، بتمثل البرنامج اللي بده يبدأ يتنفذ، وراح نشوف احنا شرح لقدام ان شاء الله شو اللي بيصير هنا. والاكتيفيتي اندرسكور مين هي موجوده في الريسورسز على اللي اوت، وهي بتمثل كيف شكل الشاشه، بتمثل كيف شكل الشاشه. لو دبل كليك عليها بيعطيك انه راح تظهر عندك الشاشه بهذا الشكل. هاي في عندك هنا تكست بوكس بالنص موجود عليها هلو داتا، هلو سوري هالو وورد، كونتنت هالو وورد. وان نشوف احنا بالضبط شو اللي بيصير، بس بيهمني انا هلا تعرف بالوقت الحالي انه في عندي شيء اسمه مين اكتيفيتي واكتيفيتي اندرسكور مين، وهذا بيكون عباره عن اكس ام ال فايل. هذا اللي بيظهر امام الديزاين هاي الاكس ام ال فايل الخاص بي. في عندي فايل ثالث راح نحتاجه بعدين لقدام اللي هو اندرويد مانيفست. والاندرويد مانيفست هنا في المعلومات اللي انت كتبتهم عند السيتنج، فيرست ابلكيشن، اسم ال خلينا نقول باكج هي فيرست كوم دوت اكزامبل دوت فيرست ابلكيشن اند سو اون. اوكي هاي هنا كمان بيحكي لك انه الانتنت اللي راح يبدا يشتغل، ويكون هذا موجود في المين اكتيفيتي. اذا هو بيعطيك بالسيتنج انه اذا اسم الفايل مين اكتيفيتي هو اللي راح يبدا عمليه التنفيذ. وعاده المين فايل او اللي اوت بيكون اكتيفيتي اندرسكور مين، يعني اذا انت سميته هنا مثلا سميته فيرست اكتيفيتي فراح يكون اللي اوت اكتيفيتي اندرسكور فيرست. طيب احنا ما بنهاش هسه بالوقت الحالي نتعامل مع المانيفست، احنا تعاملنا الان مع التو فايلز هذول اللي هم مين اكتيفيتي واكتيفيتي اندرسكور مين. قبل ان نعمل موف فورورد نتعرف على هذه الشاشه اللي موجوده بين ايدينا. في بعض الاحيان لما انت بتنشئ باكيج او بتضيف كومبوننت فبيظهر عندك هنا بهذا الـ output build output بيبين لك ايش اللي قاعد بصير، شو الكومبوننت اللي قاعد بتنضاف، واحتمال انه يكون الـ Android Studio يحتار انه ينزل بعض الشغلات بعض الكومبوننتس من النت، فانت اترك له مجال، اترك له مجال ينزلهم قبل لا تبدا بالعمل او قبل لا تبدا بالبرمجه، او ممكن تخليهم بالباك جراوند يشتغلوا
هو بالاخير بيشتغل بالباك جراوند، فبس مش راح تقدر تعمل رن الا لما ينزل الباكج اللي هو بحاجتها او الكومبوننتس اللي هو بحاجتها. فدائما بدك تكون صبور في التعامل مع هيك انفايرمنت. اوكي، الان خليني احاول اغلق هذول الملفين على اساس انه نقول انه الستودنت اول ما شغل الابليكيشن ما ظهر معهم هذول الملفين، كيف يجيبهم؟ خلينا نسكر هذه كمان و هيك امتي سكرين. اذا افرض انه ظهرت عندي هذه الشاشه، كيف انا اجيب بعد ما انا عملت نيو ابلكيشن اند ابلكيشن بروجكت، كيف اني اجيب الفايلات اللي بدي اشتغل عليهم؟ اذا هذه الشاشه تحتوي على الباث للاكتيفيتي فايل. لاحظ هذا الباث بحكي لك ماي ابلكيشن، ابلكيشن سورس مين ريسورسز لاي اوت، هاي اللي انتم شايفينه هنا. خلينا نعلم عليهم هذه. ايضا بيحتوي على تول بوكس. خلينا نشوف كيف ممكن لما نشغلها شو بصير. هذا ممكن يعطيك ايش الويدجت اللي ممكن بدك تستخدمهم. فهنا شغل شغله بالباك جراوند، هاي قاعد بينزل اشياء. على كل لاحظ هنا في باتونز، هاي جرادل وهذه ديفايس فايل اكسبلور. هذول الباتونز راح نستخدمهم ان شاء الله اثناء الكورس، راح نتعرف عليهم. هنا ايضا في باتونز، هاي البروجكت مانجر، البروجكت اكسبلورر. هنا ريسورس مانجر، وهنشوف شو راح نحتاجه وشو ممكن نستفيد منهم. السكجل فيبريت، بيلد فاريانتس، اند اخر واحده اللي هي لاي اوت كابتشرز. اذا هذول البتونز راح نجيهم ان شاء الله. اوكي، طلعت لي مسج، هي كويس انها طلعت يور انتي فايروس بروجرام، هي ما لهاش دخل بالاندرويد ابلكيشن. شو بحكي لي يور انتي فايروس مايت انسبكت اكشن، شنو بدك الاكشنز؟ اوكي وقت. هاي بعدين بعلي انا. طيب حاليا انا راح يكون تركيزي بالوقت الحالي على البروجكت اكسبلورر، حتى اللي بيعمل بقدر من خلاله اشوف البروجكت اللي بدي اتعامل معاه اللي بدي ابرمجه. راح تجد انه بيحتوي على 3 مين فولدرز، مانيفست وجافا وريسورسز. ايضا في عندي هنا كومبوننت اسمه جرادل سكريبت، يعني هو المين تو مين كومبوننتس اللي هي ابس والابس والجرادل سكريبت. الجرادل سكريبت هي عباره عن كومبوننت اوبن سورس، هو اللي بيساعدك او بيسهل عليك في عمليه بيلد الابلكيشن، وهو عباره عن سكريبتس بيقوم بعمليه بيلد ابلكيشنز بالنيابه عنك. فانت مش خلينا نقول معني بتفاصيل شغلات كثير، ممكن بالمستقبل لما تكون انت قادر انك تعمل كاستمايز لهذا الجرادر، فانت قادر انك تدخل في تفاصيل هذه الجرادر سكريبت. خلينا هذه ما فيش داعي ندخلها بالوقت الحالي، خلينا نعتمد على الديفولت.